من الواضح أن هذا الرجال مستعجل، يبحث عن لقاحات وتطعيمات لابنه، لكن الطفل بعده ما انولد. يوافق على الكلام ويبدأ بالبحث عن المدارس، حتى تذكر زوجته مرة ثانية أن الطفل بعده ما انولد. مع تطبيق دبي الآن، وفر على نفسك كل هذا التعب. تقدر تتابع كل مواعيد تطعيمات أولادك وتلاقي دليل المدارس وتوقع عقد ولي الأمر والمدرسة في مكان واحد. دبي الآن، تطبيق واحد لكل دبي. استمتعت بالمشاهدة؟ اكتشف الخدمات الأخرى عبر تطبيق دبي الآن وشاركها مع أصدقائك. حمل التطبيق الآن.